أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخريج دفعات جديدة من طلاب كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة، كما كرم السيسي أوائل الخريجين والوافدين حيث قلدهم أنواط الامتياز من الطبقة الثانية. خلال الحفل قدم طلاب كلية الشرطة عروضا قتالية ومهارية أظهرت مدى قوتهم البدنية والتدريبية التي تلقوها خلال دراستهم بالكلية لمساعدتهم على تخطي العقبات والأخطار التي تواجههم أثناء العمليات. أشاد الرئيس بتضحيات الشهداء موجها الشكر لأهالي الطلاب الذين أعدوا أبنائهم لتلك المهمة. مش هيفوتني أبدا إن أنا باسمي وباسم كل المصريين أتقدم ليكم بالتهنئة. وصحيح يعني هم مش موجودين معاكم دلوقتي، لكن أنا بقول لكم وبأكد لكم إن كل مصري موجود هنا وحتى بيسمعنا دلوقتي من فضلكم اعتبروهم يعني الأب أو الأخ لك، لأن هم فعلا ينظروا إليكم بهذه المنزلة وبهذه المكانة. فصحيح يؤلمكم ويؤلمنا غيابهم واستشهادهم في سبيل مصر، لكن عزائنا، وانا مش عايز اخلي اليوم يعني صعب، لكن عزائنا ان هم قدموا ده عشان 100 مليون مصري يعيشوا. 100 مليون ده تمن كبير قوي. فالف مبروك، الف مبروك، الف مبروك. وبعدين برضو مش هيفوتني ان انا ارحب بكل الأسر اللي موجودة، أولياء الأمور اللي هم قدموا يعني أعدوا أبنائهم ثم قدموهم لمصر هنا في كلية الشرطة عشان يبقوا رجال يدافعوا عننا كلنا. فأنا بوجه لهم التحية والتقدير والاحترام والاعتزاز ب ما قدموه لنا، ثم بهنيكم جميعا أبنائنا الخريجين وأبنائنا الطلبة اللي موجودين في الكلية. ألف مبروك وبتمنى لكم كل التوفيق، وربنا يا رب يحفظكم من كل شر وسوء. شكرا جزيلا.